السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. ورجعنا اليوم على نبات الفيكس المرجاني أو العمود الفقري. هو نوع من الأوفروبيا، يتكاثر بالتجذير أو الزراعة المباشرة. الحمد لله، يعني جربت ثلاث طرق هو للزراعة مالته، سواء بالتجذير بالماء أو بالتجذير على الكلينكس أو الزراعة المباشرة. فحبيت أتكلم عليه. هو من النباتات الخارجية، ما تصلح تكون داخلية. إذا داخلية لازم يتعرض إلى، ينحط على مكان تكون الشمس مباشرة تجي عليه. هو من العصاريات، يتحمل الظروف. هسه مثلا شوفوا اللي عندي، هذا حاطة الشمس مباشرة تجي عليه. هسه احنا ساعة 1 الظهر تقريبا، 1:50 بالضبط، الشمس بعدها عليه. من تشرق الشمس إلى أن تغيب الشمس هو شمس مباشرة. فمن يتعرض إلى شمس مباشرة، شوفوا اللون مالته شلون يتغير، ينطي على الوردي على الأحمر. اللي عندي داخل البيت، هذه اللي جذرته صار 2 شهر. شو الجذور؟ أنا بصراحة ما كان الهدف عندي مثل أجذره، بس من خلال القصة الحشيش، قصة الحديقة، فتقصت دقاني بالضبط. يعني أنا الحقيقة قص الدار مدائر الحشيش، فقصتها بالغلط، فأخذت هاي الأجزاء وحطيتها. ما صار عندي مجال أزرعها بصراحة، قلت وأيضا ردت أجربها، قلت بما أنه أنا ما راح يصير عندي مجال أزرعها، وريد أجرب يعني سواء مثل تعيش بالماء تطلع جذور. لأن هو بالبداية اللي عندي المعلومة ما ينحط بالماء، لأن هو من العصاريات ومرور الوقت يتعب. بس الحمد لله يعني هذه موجود داخل البيت، قريبة على شباك المطبخ، تجي الشمس عليه من الصبح لحد صف تقريبا ساعة 11 أو 11:15، وتميل عليه. وبالمطبخ جو الضوء، شوفوا ما شاء الله أموره طيبة. حتى هذه الجهة اللي يجي عليها الشمس، شوفوا لونها بها أيضا اللون الوردي. فأني خليتها داخل البيت وجذرت سبحان الله. وأكو الطريقة الثانية اللي هي جذر بها، خليني أشوف لكم إياها. يعني سبق ونزلتها الطريقة، مثل خلينا نأخذ هذا الغصن المايل على جهة، نأخذ القص هذا ونأخذ واحد أيضا، هذا نأخذهم حتى أشوف لكم الطريقة اللي هي التجذير بها. هذه هسه عندي غصنين، طريقة التجذير الثانية يعني غير المي. هاي التجذير الثانية، شنو شوفوا، هي مثل تطلع هاي المادة البيضة للحليب. فهاي مادة سامة، دير بالكم من عندها. يعني إذا واحد السماء، يعني مثل واحد يلبس قلاف، أو مثل حتى لو ما لابس قلاف ما لابس كف، ممكن واحد بعد ما يكمل أو ما يخليها تصير على إيده، ويحطها بالمكان المناسب لها. هسه مثل عندي هذه كلينسة ودورق، هذه الطريقة، هذا كلينكس، اي كلينس، اي نوع كلينس عندكم. خلي بالهذا، نرطب الكلينسة بالبخار، او مثلا نرطبها بالماء ويلا نحطها. هاي بعد ما رطبناها شوفوها صارت مبللة رطبة. نجيب هذه الاغصان نحطها بيها، نخليها بالمكان اللي على كلينس مكان مرطب. فكل يومين او بين يوم ويوم، مثل بالصيف يوميا ارش الكلينسة حتى تظل رطبة ما تجف، وبالشتاء طبعا بين يوم ويوم او يومين حسب المكان اللي موجودة. يعني راح اخليها مكان يكون قريب على الاضاءة، على بالمطبخ تحت الضوء مال المطبخ تحت النيون، وايضا الضوء من شباك المطبخ حتى تجذر. تاخذ لها فترة تقريبا بين 2 أسابيع تقريبا بالصيف. بالشتاء لا، من 3 أسابيع إلى 1 شهر تقريبا يلا تجذر. هذه راح أخليها داخل البيت إلى أن تجذر وبعدها أزرعها. أو الطريقة الثانية هو زراعتها مباشرة بالتربة. عندي نجحت أكثر من مرة. هذا من غصنين تقريبا، أو غصن جبته من المسجد وبقيتها قبل 3 سنوات تقريبا، فقطعت أكثر من جزء وزرعتهم بالسندان. وشوفوا ما شاء الله هي شقد طلع، شقد صارت، يعني هاي شقد كثيفة،
كم غصن هذا، يمكن اطلع من عندها 30 او 40 غصن اذا اريد مثل ما قطعتها بالبدايه. طول الغصن ما سويته كثير طويل بهذا المستوى، تقريبا اقل من 10 سنتيمترات، وطلعت عندي الاغصان كلها نجحت وزرعتها وقامت تطلع اغصان واقطع من عندها، وهذه قطعتها هم قبل فتره وسويتها. شوفوا هي راسا تطلع اغصان، ممكن اني اقطع هذا الغصن، شوف هاي الغصنة الجديدة تقدر تطلع منها ومنها واقدر اقصد. فيعني من نبتة واحدة صارت كم نبتة هذيلي؟ هذه نبتين بس هواية كثير، مثل اغصان اقدر اقطعها وازرعها من غير اللي عندي موجودة ويا السنادين اللي هناك موجودة عندي بالمكان البلاستيك، المحمية البلاستيك. فمن غصن واحد تقدرون تطلعون اكثر من نبتة. اللي تحتاجه شمس مباشرة كم ساعة، السقي طبعا عند جفاف التربة. أنا هنا أنا بصراحة يمكن كل أسبوع أو 10 أيام أسقيها مرة، لأن إحنا أساسا عندنا مطر بالصيف والجو رطب هسه بالشتاء ما تحتاج. المهم بأنه هي متوفرة إلها الإضاءة الطبيعية، الشمس المباشرة كم ساعة. إذا تريد تخلوها مثل ما قلت داخل البيت، لازم تخلوها قريبة على شباك أو قريبة على باب زجاج، تجي عليها شمس مباشرة. من تجي عليها شمس مباشرة شوف سبحان الله لونها يتغير. شوف هسه الفرق بين هذه، هو هذا لونها الطبيعي، هذا اللون الطبيعي أخضر وأبيض أو أخضر وأصفر. شوف ايش قد فرق يعني هسه بين اللون، خليني أخليها هنا أنا. شوفوا هذه اللي داخل البيت وهذه اللي هي خارج البيت، شوف الفرق ايش قد باللون. بس حلوة، أنا أشوفها موشحة بالوردي أو الأحمر حلوة. هاي ليش توشحت؟ تعرضت إلى فترات طويلة من الشمس، من الصباح من يعني من شروق الشمس إلى تقريبا هسه احنا بالوحدة مثل ما قلت 11 تقريبا، أكو عندها بقايا من الشمس عليها جاية وماكو تأثير، هي نبتة خارجية. هذا كل ما يخص الليفوروبيا، يا أما زرعتها مباشرة أو هذه الطريقة التجذير بالماء، والطريقة الثالثة هذه. هذا كل ما يخص الأفروبيا. خلينا ننتقل على نبتة ثانية. السلام عليكم. نجي هسا على جلد النمر أو السنسفيرة أو جلد حماتي، لا سوري لسان حماتي. نجي هسا على جلد النمر أو السنسفيرة، هذا نوع من أنواع السنسفيرة أو جلد الأفعى أو لسان حماتي، إحنا قبل بالعراق نسميه لسان حماتي. فهذا هو من كم ورقة زرعتها وما شاء الله، شوف الأوراق اللي شقد الأوراق كم ورقة شقد طلعت نبتات عندي. هذه المجموعة وعندي مجموعة ثانية النوع الثاني هسه أشوفكم إياها إن شاء الله. طريقة الإكثار مالتها، شوفوا هسه مثل هاي السندانة الصغيرة، هذه كم نبتة كم ورقة حطينا بيها، شوف ايش قد صاير بيها، حتى جبتهم هنا من السياج. شوفوا هذه بحيث معباية كم ورقة، شوف ايش قد تطلع نبتات. يا اما تنزرع الورقة كاملة يا اما تتقطع. انا سبق ونزلت لكم فيديو على طريقة إذا قطعناها، هذه إذا قطعناها، هذه قطعت الورقة وحطيت ورقة كاملة، شوفوا يعني ناجحة. خلينا نطلع فرخها ونشوف أكو طلعة جذور هي لو ما مطلعة. هذه بداية الجذور مالتها، هذه مطلعة جذور. طبعا هاي هي النص ورقة، شوف كم خلفها راح تطلع يعني بداية يعني، شوفوا كلها طلعة جذور. اكو اجزاء ما طلع بعدها بس بعدها طرية عادية ما بيها شيء. هذه طريقة الزرع مالتي، اما زرعتها ورقة كاملة او تجديرها بالماء او زرعتها مباشرة بالتربة. تقطع الورقة مثل ما قطعناها بهذا الشكل، أو تنزرع ورقة كاملة أو الخلفات، ناخذ السندان نفصصها
نطلع الخلفات من عندها ونوزعها بغير يعني بغير سنادين. شوف هسه هذه مثلا السنداني من كثرة من كثرة الخلفات اللي بيها بحيث طالعة، شوفوا جذورها حطيتها هنا. أنا إن شاء الله يصير عندي مجال راح أزرعها هنا بسد السياج. شوف هسه هي تاخذ مساحة جد مساحة كبيرة راح تاخذ هنا بهذا المكان. يعني أنا بدي أشوفهم هنا بولاية فلوريدا مدينة تامبا، هنا أكثر البيوت ما زارعيها بالسنادين. صح تعيش داخل البيت بس تريد إضاءة قوية، وهي مرشحة من أحسن النباتات اللي تطلع أكسجين، تسحب ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين. فدائما أكو بيوت حاطتها داخل البيت بس حاطتها قريبة على شباك، قريبة على باب زجاج أو إضاءة قوية، لأن هو يحتاج شمس مباشرة ويحتاج إضاءة قوية إذا داخل البيت. هذه المجموعة، وخلينا نشوفكم المجموعة الثانية من سندانة واحدة صغيرة. إيش قد صارت عندي مجموعة من ثلاث سنادين ومعباي السنادين إن شاء الله على الربيع إذا ربنا راد، وأفصصهم وأوزعهم بسنادين وأيضا أزرع من عندهم بالأرض. هذه المجموعة، وخلينا نشوف المجموعة الثانية اللي عندنا هناك بنفس الطريقة، نفس هذه الطريقة. أقطع يا أما أحط ورقة كاملة يا أما الورقة أقطعها أكثر من جزء. مثلا هذه ورقة أنا قطعتها ثلاث أجزاء، جزء من نانا وجزء من نا، وصار ثلاثة أوراق، الثلاث أقصى الورقة، وما شاء الله أمورها كلها طيبة. هذا لازم أرجع هسه. هذه المجموعة الثانية اللي قلت لكم عليها من سندانة صغيرة، ما شاء الله صارت عندي ثلاث سنادين كبيرة. هذه المجموعة ونفس الطريقة، طريقة الإكثار مالتها نفس الطريقة. قطع ورقة أو ناخذ ورقة كاملة ونحطها بالسندانة، أو نقطع يعني نفصص، أقصد بها نفصصها، يعني طلع السندانة كلها، فرغ التربة مالتها وطلع أجزاء زأ من عندها، أو نبتة نبتة وأزرعها بهذا المكان. هذه المجموعة شوفوا، هذه كانت أمام البيت بصراحة، بس من سوينا المحمية هاي وجمعناهم هنا لين الشتاء بارد كثير، وكثير الظروف مرات الجو بارد ومرات جو حار، ومرات إذا نزلت تحت الصفر لا تتأثر. فجبت هاي المجموعة هنا، والمجموعة اللي قبلها اللي شفت لكم إياها هذه أغطيها ببلاستيك بالليل إذا تنزل درجات الحرارة إلى 3 أو 4 أو تحت الصفر. فنزرع يعني أغطيها بالليل وأكشفها بالنهار. تجي أسئلة بأنه كم ساعة يظل مغطاية، مغطيت يعني ما يعني ما أغطيهم كل الوقت، بس بالليل، لأن بالليل تنزل درجات الحرارة أكثر من ما بالنهار، ومن تطلع الشمس أكشفها حتى تستفاد من عملية التركيب الضوئي، تستفاد من الشمس. والمغرب إذا تبقى درجات الحرارة منخفضة لازم أغطيها حتى ما نخسر نباتاتنا، لأن السنة الماضية بصراحة خسرت كثير نباتات، ولأن كانت عاصفة غطيتهم وأكثر من مرة، وبعدين الهواء صبح الصبح كثير من عندهم النباتات تأثرت بالصقيع والثلج اللي صبح عليها الثلج فتأثرت. هاي السنة حتى ما نخسرهم حطين سويت هاي المحمية مال البلاستيك هنا. هذا الجزء، هذا الجزء أشيله، شوفوا البلاستيك حطيته دي فوق بالنهار لأن الشمس موجودة حتى تستفاد من الشمس، وبالمغرب أنزل هذا الجزء المناه، هذا أقصد هنا أنا أنزله، شوفوا هذا الطرف مالته أسحبه أنزله حتى، وهاي مالت الباب أيضا صعدتهم كليتهم، بس من تجي الشمس يعني موجودة أشيلهم الصبح، وبالليل لا أنزلها حتى أحافظ عليهم من الجو البارد. وهذا هو كل ما يتعلق، يعني مثلا تكلمت على العمود الفقري او الفكس المرجاني وجلد النمر، طريقة الإكثار والعناية. هسه خلينا نسوي شنو، نتكلم على نبات الكرتون. الكرتون من النباتات الجميلة، نباتات الخارجية مو داخلية، إذا داخلية يحتاج إضاءة قوية جدا. المجموعة اللي عندي هاي من سندانة وحدة، الحمد لله فضل من الله عندي صاروا 6 سنادين من غير الزراعة الجديدة، التكاثر الجديد اللي سويته، يحتاج تربة بتموس، ممكن بتموس مع مثل بالعراق التربة النهرية الزميج، مثل قليل من البرلايت معها،
بس أنا اللي عندي بصراحة بالبتموس، زرعتهم بتموس للنباتات الخارجية يصير، بس إذا الداخلية لا، بتموس نباتات داخلية. هذا الخارجية اللي تتعرض على شمس هو يحتاج تربة رطبة، في حالة إذا جفت التربة كثير النبتة تذبل. كثير من الأخوة والأخوات يقول ليش ساقطت الأوراق مالتها؟ ساقطت الأوراق مالتها لأن جفت التربة كثير، هي ما يتحمل التربة، يحتاج تربة رطبة نوعا ما، ما كثير مشرشحة بالمي، لا تربة رطبة. في حالة جفاف التربة تماما راح تساقط الأوراق مالتها. عندي هاي المجموعة اللي أنا حاطتها هنا خلف البيت، شوفوا ما شاء الله جمالها، وبنشاط مستمر. شوف الألوان، وقصيت من عندها مجموعة كبيرة، هسه شوفوا لكم إياها، وزرعتها زراعة مباشرة طريقة الإكثار مالته، اقطع وازرع. ممكن تستخدمون هرمون التجذير، يا اما استخدام هرمون التجذير او اللي هو تشترونه، يعني هرمون التجذير او جل الأليفيرا او ملعقة دارسين مع ملعقة عسل، ونمزجهم مع بعض، نغمس الطرف اللي ينحط بالتربة بالخليط وبعدها نزرعه. عندي هو أنا سويت مجموعة وكانوا هنا بالضبط حاطتهم بهذا المكان، هسه حولتهم بما أن الجو برد ويحتاجون شمس مباشرة، حولتهم هنا، هو مجموعة من المطاط حاطتهم بهذه. شوفوا أيضا يحتاج محمية بلاستيك، فأنا شنو أسوي؟ أستخدم هذه الدبات مال المي، القناني مال المي، وأزرعهم. شوفوا نتيجة الإكثار ناجحة 100% الحمد لله والشكر يا ربي، بس ما أقدر أطلعهم حاليا بهذا الوقت إلا بعد ما تحتر، يعني مثلا خلص شهر 12 إن شاء الله بإذن رب العالمين، وشهر الواحد يلا أزرعهم أطلعهم أزرعهم سنادين. شوفوها تحتاج إلى شمس، تحتاج إلى إضاءة، جو دافي، فحطتهم بهذه، وإن شاء الله بعد ما يجهزون للزراعة هم والمطاط، بعد ما يجهزون للزراعة إن شاء الله أشوف لكم إياها. هذا هو الكرتون، محتاج إضاءة عالية، شمس مباشرة. إحنا عندنا بفلوريدا يزرعون نباتات، يعني من النباتات الخارجية يعتبر، يزرعونها خارج البيت، والتربة بتموس أو تربة نهرية أو قليل من البرلات، بس إذا بس بتموس ذاتس اوكي ماكو مشكلة. هذا كل ما يتعلق بالفكس المرجاني ونبات جلد النمر ونبات الكرتون. لهنا وصلنا على نهاية الفيديو، بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، في أمان الله.